مرحبا، كيفكم؟ معكم حاتم عبد الحميد، لاعب هبوعيل بير السابع. أنا بلعب فوتبول صار لي 10 12 سنة بهاي المجال، مبسوط كثير. وبالنسبة لمجتمعنا، مجتمعي كثير داعم وكثير بشجع. وأنا بالنسبة لي، لما كنت كل من محل لمحل أتقدم وأنجح، أروح عنا على البلد كله مبسوط، كله يحكي معي، كله فخور فيي بنجاحي وبتقدمي. وهذا الإشي طبعا بيساعد كل واحد يتقدم ويصل يحقق أحلامه اللي هو دائما بيحلم فيها. يميز فريق بير السبع إنه في غادي هناك، موجود عرب، موجود يهود، موجود أجانب من ديانات تانية، وفيش إشي بيميز واحد عن الثاني. كلاتنا سوا، كلاتنا مع بعض. كل السنين اللي أنا لعبت فيها فوتبول، أكثر صاحب عندي هو نور بيتون، اللي هو يهودي. كثير بنطلع، بنروح على مطاعم، بنسافر مع بعض، وصحابي كثير كثير. وهذا الإشي بيدل على إنه التواصل والاحترام والمساواة جدا مهم. ورياضة بتقرب بين كل الناس، وسيلة كثير كبيرة للتواصل بين الشعوب وبين كل الديانات وبين كل العرقيات. والرياضة هي إشي مهم كثير بحياتنا، نمارسه ونتقدم فيه. وأنا بشجع كل الأطفال وكل الأولاد الصغار إنه يمارسوا الرياضة، ويكون في عندهم صبر، ويتعرفوا على ديانات ثانية وعلى ناس ثانية وشخصيات ثانية، ويصل يحقق أحلامه اللي هو دائما بيحلم فيها.